لماذا شيدت إسرائيل موقعين استيطانيين في الشريط الفاصل بين شمال غزة وجنوبها؟ أظهرت الأقمار الاصطناعية وصور الفوتوغرافية تطويراً واسع النطاق في موقعين استيطانيين يبنيهما الجيش الإسرائيلي على الطريق الاستراتيجي الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين. صحيفة هارتس الإسرائيلية كشفت في تقرير لها أن الموقعين بني على طول طريق التسريم من أجل تمكين الجيش الإسرائيلي من السيطرة على حركة الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله، وكذلك من أجل شن عمليات في مختلف بقاع القطاع. فالجيش الإسرائيلي يصف عمليات البناء بالإنجاز طويل الأجل ويؤكد أن الممر شيد ليبقى. الصور التي طلعت عليها هارتس أظهرت أن البؤرتين الاستيطانيتين إحداهما تقع على مفترق طريقي نتسريم وصلاح الدين، والأخرى في ملتقى الطريق الساحلي لغزة. صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن نتسريم رصفت لتكون امتدادا لطريق موجود مسبقا، وما يقوم به الجيش حاليا تمهيد الأراضي لإقامة المستوطنتين حتى ينقل الجيش الإسرائيلي معداته إليها بعد ذلك. يعد ممر نتسريم جزءا من نقاط التفاوض بين تل أبيب وحركة حماس التي تطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي منه ومن البؤر الاستيطانية المقامة عليه، بينما يرى الجيش الإسرائيلي بناء البؤرتين والسيطرة على الممر إنجازا وفق هارتس. كانت إسرائيل قد أنشأت مستوطنة نتسريم عام 1977 على مسافة 5 كيلومترات من مدينة غزة قبل أن يجليها الجيش الإسرائيلي من المستوطنين في 2005 عندما قرر الانسحاب من غزة.